روبوت. طيب هاجي هنا هقول له ان انا هسطب او بي اس اوبن برودكاست، مش فاكر بقى اس دي كانت سيستم ولا ايه. من سورس هنا ده المصدر اللي هتذيعه، فلما بتدوس على علامه بلس بيقول لك انت عايز تذيع ايه. ممكن يكون عندك مثلا فيديو مثلا عايز تبثه، تمام، او ممكن عايز تقول له لا ده انا عايز اذيع لقطه معينه او تكست معين او حاجه معينه. في الحاله بتاعتنا هنختار ويندوز كابتشر. ويندوز كابتشر يعني اي حاجه بتحصل على الشاشه بتاعتي هو هيبدا يعمل لها بس، تمام. فايه قلت له ويندوز كابتشر ايا يكن، يعني مهما كنت فاتح غير ويندوز كابتشر في حاجه اسمها ديسبلاي كابتشر. ديسبلاي كابتشر دي حاجه تانية خالص. ديسبلاي كابتشر بيعرض لي ايه؟ ديسبلاي سورس، ديسبلاي كابتشر، ديسبلاي كابتشر بيبدا يعرض لي ال طيب خليني اعرض لكم الويندوز كابتشر. ويندوز كابتشر، ويندوز كابتشر بيعرض لي برنامج معين، ويندوز كابتشر بيعرض لي نافذه معينه، ديسبلاي كابتشر بيعرض كل اللي موجود. يبقى انا ويندوز كابتشر دي لو انا عايز اختار مثلا برنامج معين عايز اقول له ذيع اللي في الزوم بس، فهيلتزم في الفيديو بالزوم بس، بس الصوت اي صوت هيحصل هيذيعه. يعني لو انا اثناء المحاضره شغلت اليوتيوب هيطلع الصوتين موجودين. فالافضل ان انت تختار ويندوز كابتشر او ديسبلاي كابتشر زي ما انت عايز. ويندوز كابتشر تمام، ده هيبدا يجيب لي ايه الشاشه بتاعت الزوم او اي برنامج انا اختاره. يعني ده مثلا برنامج اول بلان هيبدا يجيب لي صوره الاول بلان، انما ديسبلاي كابتشر هيبدا يجيب لي الصوره اللي شغاله دلوقتي، ماشي. وهنا ده الصوت ديسكتوب اللي هو اللي موجود لو حد فيكم اتكلم، وهنا ده المايك بتاعي. طيب بعد كده هدخل على سيتنج، ومن ستريم هبدا اختار بقى انا عايز ابث على الكاستم او يوتيوب او فيسبوك او كذا. الفيسبوك سيستم، الفيسبوك لايف، هتقول له مثلا السيرفر الديفولت ستريم كي، دي بتقول له بقى جيت ستريم كي ويفتح لك الفيسبوك، وانت تختار هيبدا يقول لك الصفحه بتاعتك فين، يديك الكود اللي تبدا تحطه، تمام. بيقول لك جو لايف ولا كرييت لايف فيديو زي ما انت عايز، ممكن تقول له مثلا جو لايف، ماشي. طب انت عايز الصفحه بتاعتك ولا من بيم اريبيا والحاجات دي، طيب خلاص سيلكت. هو بيبقى متظبط اوتوماتيك ان هو يديك كود تبدا تشتغل بيه، تمام. ده لو انت مش الادمن او مش الهوست، تمام. هو ده الكود اهو، هو يديك الكود ده تكتبه كوبي وتحطه في الاو بي اس. طب لو انا الادمن عندي في الزراير، لو انت الهوست هتلاقي في اختيار هنا بيقول لك ايه لايف اون فيسبوك او لايف اون يوتيوب او تويتش. تويتش ده موقع بتاع العاب، يعني حسب ما انا فهمت ان هو موقع متخصص في الالعاب فمالناش دعوه بيه. طيب في يوم اليوم دوت انا عايزكم بس كل واحد يبعت لي على الشات دلوقتي حسابه على الفيسبوك، انا هخليه الادمن على صفحه بيم اريبي احتياطي، تمام، بحيث ان ايه طول ما انت قاعد حصل حاجه تروح كاتب في محاضر كذا دلوقتي او في صوره ترفع انت الصوره على طول، بدل ما تبعتها لي على الواتساب وانا ارفعها، لا هيبقى ليك الصلاحيه على الصفحه بتاعت بيم اريبي تنشر اللي انت عايزه، تمام. وحد فيكم مسؤول عن الصفحه بتاعت ارك سبيس؟ لا، بس هو دكتور احمد ودكتور ايمن كلمته مع القصه دي، فقالوا لي هنشوف يعني الموضوع ده نحله. مفيش مشكله، تمام. لو حد فيكم مسؤول عن الصفحه، انا اي حاجه هتتنشر على الصفحه بتاعت ارك سبيس هاخدها كوبي عندي في بيم اريبي، تمام. وانتوا كلكم انا مش عارف محدش راضي يبعت ليه الصفحه بتاعته على الفيسبوك، خلاص بقى انا هبعت لحضرتك، عارف مفيش مشكله، بس تمام على طول هضيفكم على الصفحه بتاعت الفيسبوك لحد ما ايه المؤتمر يخلص ان شاء الله. على الواتساب ولا؟ لا لا خليها هنا احسن. تمام. طيب احنا عايزين نعملها بشكل حلو، لان المره اللي فاتت السنه اللي فاتت يعني ما قدرناش ناخد تفاعل كبير من الناس. يعني المفروض التفاعل ان احنا كل شويه عمالين ننشر
حصل كذا حصل كذا، فالناس تبقى متفاعلة معانا. فعايزين ان شاء الله السنة دي نعمل أداء أفضل يعني، إن شاء الله. ان شاء الله. بس بينصي وأنا بعتنا نعم. بعتنا اللي هو الفيسبوك. ماشي، انا بضيف اهوت على الصفحة بتاعت بيم اريبي اهوت. تمام. لو نفع من غير ما اطلب صداقة هضيفه على طول. تمام معاك تمام. شيخ. انا بحاول هو اضيف الناس اهوت. جت من تيجي منين تيجي منين؟ بيج رولز بيج رولز. انا هديكم اكبر صلاحية اقدر عليها عشان ايه ما يحصلش اي تعطيل. خير إن شاء الله. نعم. تمام. طيب بسم الله الرحيم. اهوت. طيب انا ضفت اهو بنسي طارق اديتور. ماشي. طيب برضو اي حد من بعد انا طيب ايه اكتر حقه او ايه اللي شايفين انه ممكن يحصل مشاكل نحاول نفكر فيها ونتجنبها قبل ما تحصل؟ انت شاركت في المؤتمر السنة اللي فاتت؟ الو الو ايوه مع حضرتك. هو اه تقريبا حاجة. تقريبا كلنا اول مره نشتغل في الاونلاين، فيعني في لسه احنا مش عارفين البدايه بالظبط ازاي بالظبط يعني. لو حضرتك توضح لنا من الاول معلش تاني يعني. هو انتوا هتحضروا في المؤتمر ولا اونلاين برضو؟ لا اول يوم هنبقى موجودين يوم السبت ان شاء الله. وتاني يوم هيبقى كله اونلاين، مفيش حد هيبقى موجود. بالظبط. تقريبا. طيب انا ضفت دلوقتي ثلاثة ناقص اعتقد مهندس محمد بس. تمام هضيفك حالا. هي الفكرة كلها ببساطة ان في حاجات المفروض هتتذاع. تمام. هو اتوقع ان انت الوحيد اللي مش هقدر اضيفك. عشان مش فريندز. لا لا لا، ما هم كلهم مش فريندز، بس هي الموضوع نظرية احصائية ممكن نتكلم فيها لو انت بتحب الاحصاء. هضطر ان انا ابعت لك بقى طلب صداقة. ابعته فايت. انا بعته لك حاجة. بص يا سيد الفاضل، كان في كمية كبيرة جدا من الأسامي وعايزين يبدأوا يعملوها تحليل، تقريبا 100,000 اسم في مستشفى، فعشان عايزين يعرفوا مثلا ال 100,000 اسم دول عايزين يضيفوا فيها خيانة جديدة، رجل أو ولا سيدة. تمام. فعشان تتعمل كانت فعلا فيها شغل كبير، فكانوا بيفكروا ازاي يسهلوا على نفسهم، فقال لك ان في اسامي مكرره كتير، فاحنا هنشوف الاسم اللي مكرر مثلا الاسم محمد، هنعمل كده داله، اول ما تلاقي اسم محمد او احمد او كذا على طول تك 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 هتخلص معانا. ففوجئوا ان هم ايه الاسامي اللي مكرره كلها رجاله، الستات لا ما فيش اسم فيهم عندهم مكرر، لازم تطلع باسم جديد. يعني انا مثلا عندي ابن اسمه معاذ، اسمه معاذ منتشر، لازم ايه معاذ حمزه، مش هنقعد نفكر في اسامي الولاد، انما اسامي البنات لازم اسم ما يكونش موجود قبل كده، واسم لازم يكونوا مخترعينه. فبالنسبه لهم كان سهل ان انا كتبت الاسم طلع على طول، انما محمد احمد مليون محمد احمد، فاول 10 اسامي طلعوا لي موجودين في الاصدقاء، فلازم اضيف اسم حضرتك وان شاء الله يتعمل. ان شاء الله طيب خير. انا بعت الموضوع لحضرتك اد فريند عشان ما اعتقد انا وصلني. وافقت عليه، انا وافقت عليه بس بحاول اضيفك اهوت، بس هو برضه بيجيب لي اسامي يعني الاسم منتشر، هي دي النقطة. محمد أحمد. تمام. أنا منتظر إن هو يجيب لي الصورة بتاعتك بس مش جايبها خالص. تمام هشغل لك الشاشة عشان تعرف بس إيه لا لا عادي، ما حضرتك والله
انا عارف برضو، ما انا بدور على اي حد كده برضو بتحصل معاه المشكله دي. ما بدور هو محمد احمد، فمش عارف بقى الصوره بتاعتك مش طالعه فيهم خالص. طيب اجرب، لو انت مختار اسم بيطلع معاك، بس انت مش مختار اسم، انت مختار رقم، فالرقم ممكن يكون صعب. ماشي، ما تعرفش على الرقم. طب يعني هو ممكن محمد أحمد يعني يعمل لك آد أسهل لو يعني اسمك أنت أسهل احنا يعني، أنت محمد هنضيف أعمل له آد. ما عملنا ايد، بس بيتكلم في حاجة تانية أيوة، عشان بس زهرة وزهرة وزهر. خلاص تمام، خلاص أنا ضفتكم أهو كلكم على الصفحة. تمام كده، كده تقدروا تنشروا براحتكم، بس هتجيلكم موافقة فوافقوا عليها. تمام، هي الفكرة كلها أول البداية بتاعت اليوم دي بتكون افتتاحية، فكل الناس تقدر تشوفها، فدي هنعملها بس مباشر. وأول ما تخلص هنقول لهم قسموا الغرفتين. تمام، غالبا الناس بتتلخبط ما تعرفش ليه، رغم إن دي غرفة واحد وغرفة اتنين، هتلاقي اللي في غرفة اتنين راح غرفة واحد، واللي في غرفة واحد راح غرفة اتنين، يعني ما تعرفش ليه. يعني تلاقي كتير بيجيلي أسئلة، انا مهندس معماري ده ليه تمام، ومش عارف اذاكر انشاء ولا ايه، مي بي يا عم انت معماري، ما ذاكر ريفت معماري. بيحصل حاجات غريبه كده. تمام، طيب انا بعت لكم الانفيتيشن، حاولوا تتوافقوا عليها عشان يبقى لكم امكانيه. تمام، لو انتم موجودين في اللوكيشن او في المؤتمر، اللي عندكم اي حاجه تقدروا تكتبوها اكتبوها، بحيث انها توصل لاكبر الناس، وانا برضو هنشرها عندي على لينكد ان وكل مكان ان شاء الله. تمام، وممكن كل شوية نجرب. طيب أنا عايز حد يعمل هو الغرف، أنا مش عارف، أنا عملت الغرف خلاص. نجرب. طيب أنتوا شايفين الشاشة بتاعتي اللي هي بتاعت الزراير بتاعت السكيورتي والبارتيسيبنت والحاجات ديت، ولا أعتقد مش ظاهرة عندكم؟ ظهر عندنا الفيسبوك. لا، الشريط اللي تحت بتاع الزوم، اللي هو إيه الحاجات اللي أنا بقدر أعملها في الزوم. ايوه موجوده. ده الشريط بيك اللي تحت اب ده بيك ظاهر، اوي. الشريط اللي تحت ده ظاهر عندكم اللي انا فاتحه؟ بتاع الزوم نفسه. ايوه، اه هو اخر بيظهر. حاجه في اخر في حاجه اللي هو الوايت بورد. طيب انا مثلا عندي ميوت، وبعد كده ستارت فيديو، وبعد كده سكيورتي. سكيورتي دي مهمه جدا. تمام، ليه؟ انت بتقول له allow participant to، يعني ممكن حد يفتح الكاميرا، دي حاجة طبعا مش مستحبة إلا الشخص اللي هو هيعمل اللقاء وكده، فدي ساعتها ممكن أفعلها أو ما أفعلهاش. تمام، أنوتيت تو شير ذا كونتنت، يعني أدي له إمكانية إن هو يرسم على الصفحة بتاعة المحاضر، ودي بتحصل كتير بالغلط فبتبقى سيئة. رينيم ذيم سيلف، يعني يغير اسمه. تمام، ودي برضو حاجة سيئة، يعني هي معلش، الحاجة هو الوحيدة فين اللي الكلام ده؟ بس معلش عشان انا مش شايفة حاجة نعم بصراحة معلش تاني بعد اذنك. يعني، هو فين بس مش شايفاه. طيب خليني هو بيخفي نفسه قدامكو بيتكسر. بابا ما شاء الله، انا موافق على الكلام انت بتقوله. تول بار. تمام، طيب دي الصوره اللي المفروض انها بتظهر، بس هما بيخفيها اثناء ما بتيجي تشتغل. طيب لو حد فيكم بقى هو الكوهوست او الهوست، السكيورتي دي، السكيورتي فيها شويه اختيارات، حاول تقفلها كلها، يعني خليها كلها تشيل من عليها علامه الصح. تمام، ما عدا الشات، يعني الشات طب الرينيم ممكن واحد يغير اسمه لاسم حد من المحاضرين، دكتور فلان دكتور فلان، ويقول كلام لا يصح، يعني ممكن يكتب اعلان او يقول اخش على اللينك واللينك ده يكون فيروسات، فالرينيم بلاش ان انت تفعله. الانميوت، تمام، ساعات كتير بدون قصد الناس بتروح ايه فاتحه المايك وتتكلم وتعارض وكده، لا المفروض يعني نخليها ايه يعني يستأذن او كده، او يتكلم مع يعني يقول لنا احنا ان هو عايز يفتح المايك. فالكلام ده في جزء السكيورتي، الجزء السكيورتي يعني حاول انت تشوف كده عندك السكيورتي ده متفعل ولا لا، وعلم على كله لا ما عدا الشات. تمام، حد عنده ظاهر سكيورتي؟ طيب بنسي وداليا لسه مش كوهوست، فلازم اخليهم كوهوست عشان ايه يقدروا يبقوا معانا في الموضوع دوت. تمام، الادوات بتاعت زوم دي مهمه جدا، لان فعلا حصلت لها مشاكل كتيره في الاول بسبب قصه زي دي. يعني مثلا انوتيت تو شيرد كونتنت،
يعني بتدي صلاحية للناس إنها تقعد تكتب وترسم بالماوس على الشاشة والمحاضر بيتكلم، وده غلط. تمام، احنا عاملين حاجة اسمها ويتنج روم. ويتنج روم دي يعني ايه؟ يعني قبل ما حد يدخل، يعني علامة صح على انيبل ويتنج روم، قبل ما حد يدخل بيقف ولازم انا اقول له اسمح له بالدخول. تمام، هو فلما اسمح الجزء له بتاع بالدخول السكيورتي ده فين؟ معلش. السكيورتي هتلاقيها جنب ستارت فيديو. حضرتك شايف الشاشة، هي الشاشة في مايك وفي فيديو وجنبيها على طول سكيورتي. المهندس فادي دخل معانا. تمام. يا باشمهندس فادي، عشان احنا كنت بقفل كل حاجة، طب رجعت نعم؟ كنت قافل اللي هو الميوت والحاجات دي، رجعت هنا عشان تمام. تمام ماشي. لا انا هشيلهم كلهم، انا هشيلهم كلهم ما عدا، انا هشيلهم كلهم ما عدا الشات. ليه؟ عشان ما حدش من غير ما يقصد يفتح الكاميرا، فتلاقي مثلا الناس كده بتفتح الكاميرا وهو ماشي في الشارع، مش عارف ليه الناس كده بتفتح الكاميرا وهو قاعد في المطبخ. فيعني خلاص بنشغل بس الكاميرا وقت ما يكون مطلوب منه، فبنسمح له بدخول الكاميرا. تمام. تمام طيب. فسكيورتي احسن حاجات اللي هي انيبل ويتنج روم وشات، والباقي كله شيله. اللي عايز ياخد صلاحيات كلها بخليه كو خلاص هوست، فساعتها هو بقى من حقه ان هو يعمل اللي هو عايزه. ماشي. بعد تمام كده بتلاقي الشات ده انت ممكن تتحكم فيه وتخليه ما يتكلمش غير مع ال هي بارتيسيبنت كان شات ويز، ممكن تخليها مع الهوست، يعني هو ما يبعتش حاجه غير للهوست او الكو هوست، بس مفيش مشكله خليه يبعت لكله، يعني مش هيتخسر يعني. طيب، وفي زرار اللي هو بولس اللي هو ايه، تقييمات، لو انت عايز تعمل تقييم معين ويظهر قدام الناس كلها. تمام، فدي ممكن نعمل لها كرييت ونبدا نعمل ايه، تقييم، ونشوف راي الناس في المحاضره. دي فين ماشي؟ هتلاقيها بولس دي جنب شات، جنب شات بين شات ونيو شير، ظهر عندك في الشريط اللي تحت. هو انا عندي شات وشير سكرين. طيب هخليك انت الهوست عشان تظهر معاك. ماشي، تمام. مهندس محمد اللي بيتكلم. تمام طيب، اتفضل هندسه. تمام، انا دلوقتي عندي برضه الشات والسكرين وشير سكرين. مش ظاهر عندك البولز؟ طيب ما فيش مشكله، هي ممكن تكون في الصلاحيات الشخصيه يعني، المهم مش هنحتاجها يعني. طيب يا باشمهندس فادي، الو. السلام عليكم. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا هندسه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن تبعت لي بس صفحتك على الفيسبوك؟ طب ثانية. تمام. فبشمهندس فادي، احنا هي الفكره كلها اول يوم هيكون اونلاين، فهيكون اونلاين الافتتاحيه، فهنخلص الافتتاحيه وبعد كده في زرار اسمه بريك اوت روم هنجربه دلوقتي مع بعض، بحيث يبقى في غرفه واحد وغرفه اتنين، ناس تخش هنا وناس تخش هنا حسب هو عايز ايه يبقى موجود فين. تمام طيب، برضه فادي في فيديو ريكوردد، ف يعني لو في حاجة برضه ما فهمتهاش يبقى هنرجع للفيديو يعني. ما فيش مشكله. تمام، وبرضه عايزين نسجل الـ حتى الحاجات الخاصه اللي هي مش انا كده بشغل الشاشه ولا لا. لا سودة. طيب ما فيش مشكله. طيب عشان خليتك انت الهوست فالشير اتلغى من عندي لان انا تمام. بقيت عادي. تمام، وحضرتك دلوقتي رجعت للهوست تاني. عملت الريكليم هوست، الريكليم هوست، بلحق بقى نفسي لما اكون في اي مشكله اخلي نفسي الهوست. طيب انا بس تمام. بضيف مهندس فادي كمدير للصفحه، بحيث ان احنا في لو اي كلمه عايز تضيفها. تمام، صفحه حضرتك فادي. ماشي، شيرت سويت. انا برضو كده اتشال مني الكو هوست عشان لا لا هرجعك حاضر حالا، بس بكتب باسورد. طيب هي ان شاء الله المحاضرات قيمة يعني، فان شاء الله انا هحاول احضر على قد ما اقدر.
تمام، ضفت المهندس فادي وبعت لكم كلكم ريكويست. تمام، تقريبا كلكم قبلتوا الريكويست ما عدا مهندس فادي عشان لسه ايه ما بعت. طيب في برضه هتلاقي في مور، هتلاقي لايف اون فيسبوك ولايف اون يوتيوب، تقدر تعمل اللايف على اي حاجه دلوقتي. طيب هعمل دلوقتي بريك اوت روم، عندنا غرفه روم 1 وروم 2 ماشي. تمام، هبدا اعمل الرومز وكل واحد بقى يختار هو عايز يبقى موجود في انهي روم. انا برضه مش فاهم قصه الروم دي هتفيدني في ايه برضه؟ هتفيدنا في ايه؟ ان احنا عندنا هو بيقول لك ان هيبقى في غرفتين بعد كده، فبدل ما يبقى عندنا حسابين زوم، لا هو حساب واحد وبتتقسم غرفتين. تمام، احنا مثلا كان عندنا لقاء مع اوبن ستريت ماب افريقيا، كنا بنعمل خرائط وكده، فكان في ناس بتتكلم انجليزي وناس بتتكلم فرنساوي وناس بتتكلم عربي وناس بتتكلم سواحلي، فاربع محاضرات مختلفتين كل واحده بلغه، فعشان ما اقعدش انا احضر في حاجه مش عايزها او يبقى في واحد بيقول حاجه والتاني بيترجم، قسمناها لاربع غرف، كل غرفه بيتكلموا لغه. فهي تمام. هم عاملين كده ان في مناقشات هتتم في الغرفه الاولى وفي مناقشات هتتم في الغرفه الثانيه، وفي نفس الوقت عايزين نسجل دي ونسجل دي، ممكن نسجلها حتى على الكمبيوتر وبعد كده نرفعها. يعني التسجيل برضو بيتسايف كل فيديو لوحده طبعا. ده بيسجل لوحده وده بيسجل لوحده، تقدر تسجل على الكلاود او تقدر تسجل على الكمبيوتر بتاعك. على الكلاود بعد ما بتخلص بيجي لك رساله وتروح ايه داخل تشوف. طيب انا هفتح دلوقتي الغرف وكل واحد بقى يختار ايه الغرفه اللي هو عايز ينضم ليها. انا هنضم مثلا لغرفه واحد. تمام، وكل واحد بقى يشوف الغرفه اللي هو عايز ينضم ليها. ايه الاختلاف في الغرف دلوقتي؟ بص، الغرفة هتلاقي كوميونيكيشن، يعني مثلا لو دخلت الغرفة مش هتعرف تتكلمي في الغرفة التانية. طيب لحد كده في اي حد عنده اي اسئله او اي مشاكل؟ لا تمام، يعني احنا كده يعني من الاخر كده، بس معلش احنا يوم المؤتمر ان شاء الله حضرتك هتبعت لينك صح؟ هو نفس اللينك ده، هو نفس اللينك دوت، نفس اوكي اللينك ده لو عايزين تبعتوه لاي حد من اللي يحضر المؤتمر او حد من اللي هو مشارك، هو نفس اللينك مش هيتغير في اليوم الاول وفي اليوم التاني، هو نفس اللينك، والغرف واحد وغرف اتنين هو نفس اللينك عشان نتوه نفسنا. تمام، ماشي. طيب مين بقى اللي هيعمل شير سكرين؟ المفروض يعني اللي هو في حد هيعمل شير سكرين في المفروض هنا اللي يعمل شير سكرين، المفروض اللي يعمل شير سكرين الشخص اللي موجود في في الفندق، الروم؟ اوكي لا في الفندق نفسه اللي هو هيعمل، فده قدر ايوه الامكان احنا عندنا مشكله في المايكات، فقدر الامكان يخلي الكمبيوتر اللي هو جنب المحاضر. تمام تمام، يعني ممكن يفتح كده ويروح بعت لنا الفلان الفلاني هو ده المحاضر دلوقتي، هو ده المفروض يبقى كو هوست، فنخليه كو هوست وهو اللي يتكلم. ماشي ماشي اوكي كلكم طبعا هتكونوا في المؤتمر مظبوط؟ ان شاء الله. تمام، كان فندق اسمه ايه؟
سفير. سفير سفير اه تمام. اديت في محاضرة قبل كده مع دكتور احمد هارون ما شاء الله. بس طيب السؤال اه معلش دلوقتي، يعني دلوقتي مثلا المحاضر هيبقى مثلا في اتنين في نفس الوقت، واحد هيبقى في قاعة مثلا واحد وفي واحد في قاعة اتنين، تمام؟ تمام فأنا المفروض الزوم هفتحه مثلا على الجهاز اللي بيعرض عليه الباوربوينت بتاعه، صح ولا؟ مفيش مشكلة يعني صراحة مش عارف يعني ايه، اعتقد هتبقى في هم مأجرين قاعتين اه قاعة كبيرة وقاعة صغيرة. ف مش هن مش هن مش هن احنا في موضوع القاعتين مش هنذيع، هنسجل بس، يعني مش هنبث حاجة على الفيسبوك. تمام، بس هو اللي فهمته انه في ناس هيدخلوا على الزوم برضو، يعني هو اول ما هيدخل انا هبقى داخل بحسابين، حساب في غرفة واحد او اتنين عشان اسمع المحاضرة، ومن الموبايل بتاعي داخل عشان لو حد دخل اسأله انت هتخش غرفة واحد ولا غرفة اتنين. هو المفروض الموضوع سهل جدا، يعني واحد واتنين، فهو يختار واحد او اتنين، ما اعتقدش ان في اي مشاكل. تمام، انا قصدي لا الجهاز اللي هو يعني مثلا جهاز بقعد لوحدي كده بيه مثلا، ولا بخليه هو اللي بيبقى اللي هو مثلا بيعمل برزنتيشن في الفترة دي بخليه فاتح الزوم مثلا. هو لا اللي فاتح، هو اللي هيعرض. تمام، هو غالبا بيبقى جهاز لكل المحاضرين. تمام، بس هو كل واحد بيبقى جايب الباوربوينت بتاعته على فلاشه ويركبها ويشتغل عليها. فهو الجهاز ده لازم نكون ايه مظبطينه قبل المحاضره كده بنص ساعه، اللي هيدخل اللي هيكون موجود هناك يبدا يتفق معانا ويبدا يظبطها ان شاء الله. تمام، ده اللي انا عارف ان هو اللي هو هيبقى زوم يعني برايفت، اللي هو بس هيبقى الناس اللي مثلا اللي هم مقدمين هم دول اللي هيعرضوا بس، يعني ايوه اللي مثلا بره مصر او حاجه بس هيعرض في المؤتمر بس اونلاين مثلا. واهم حاجه نسجل وما نذيعش في لما نقسم القاعتين. ما هو يعني مش هو هنذيع، موضوع الستريمينج ده اللي هو بتاع البروجرامر في الاول، اللي هو الاو بي اس ده، ده ده تاني يوم هنعمله بس الحد. في الفقره الافتتاحيه اللي في الاول، صح كده ولا ايه؟ اه لا كده 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 انا من غير الاو بي اس انا هعمل آه بس على صفحه بيم اريبي على الفيسبوك. بس لو حد عايز يبص على صفحات الشخصيه او عايز يبص في اي مكان، دي عموما يعني في اي برنامج زوم تقدر تعملها مع اي برنامج. يعني لو انت بتحضر اي محاضره ومسموح لك ان انت بس احنا اهم حاجه طول الوقت عايزين ايه، انت مشارك في اي صفحه او اي جروب تقول لهم فلان في مؤتمر كذا وفي مؤتمر كذا، بحيث ان هو يسمع ناس كتير تسمع عن المؤتمر وتسمع عن المحاضرات وحاجات زي كده. بس انا يعني كنت فاكر مش ممكن اخد اللينك بتاع اللايف مثلا هو على الزوم؟ الاحسن ان انت تاخد اللينك بتاع اللايف وتروح حطه على لينكد ان وتحطيه هنا وتحطيه هنا وتحطيه هنا. بالظبط كده يعني، ماشي، مفيش وانزله مشكله، كذا مكان. تمام. مفيش مشكله ان شاء الله. طب انا في حاجه، بس هو دلوقتي اللي كنت فاكره ان هو الاو بي اس ده هنستخدمه في اللي هو يوم الاحد عشان لا لا، هيبقى والله. او بي اس ده يعني هو يوم الاحد هنعمل الزوم، مش عارف بقى هينفع نعمل زوم مرتين ولا لا على الفيسبوك. بس انا ممكن اتصرف بالاو بي اس، انا هخلي يبث في الفيسبوك ويبث في لينكد ان ويبث على اليوتيوب، واللينكات دي هديها لكم، يعني اقول لكم يا اخوانا دي اللينكات اللي احنا بنبث عليها. لكن لو حد حابب يبث تاني مفيش مشكله. تمام، انا قصدي لا اللي هو البابليك اللي هو بتاع يوم الاحد، اما يوم السبت انا عارف، انا كنت دكتور عمر كان اعتقد يعني وضح لي ان هو هيبقى برايفت، اللي هو يعني اللي هو الناس اللي هتتكلم يعني اللي هو ايوه، المشاركين. ما بص، يوم السبت هيكون اول جزء بابليك، اللي هو الجزء اللي هو بتاع الكلمه الافتتاحيه، ده الناس اللي هم مش مشاركين لكن هم رؤساء اقسام او دكاتره كبار، فكلمتهم مهمه جدا. لكن بعد كده اول ما تبدا الابحاث هنروح قافلين، ويبقى بس الناس اللي هي مشاركه هي بس اللي ايه اللي هتتكلم. تمام، يعني ده بقى اللي هنبدأ فيه برضه، هيبقى جزء اللي هو الـ OBS ده هنستخدمه، وبرضه الـ لا لا، ما هو او بي اس احنا بنستخدمه للبث وللتسجيل، ممكن نستخدم بس ساعتها او بي اس للتسجيل فقط. تمام، لان دكتور احمد قال لا ما حدش يعمل بث لان دي فقط للناس اللي مشاركه. لا يعني احنا الفقرة اللي انت بتتكلم عليها يا محمد دي هم هنبعت لهم بس اللينك برايفت للناس اللي هي تمام، واللي قصدي قبل بقى الفقره اللي هو اللي خلاص رؤساء الاقسام وكده وبيتكلموا في الاول. ما هو الباشمهندس قال هو اللي هيعملها. انا هعملها واديكم اللينكات، انسوا الاو بي اس خالص لو هو ملخبطكم اعرفوها ليكم. تمام، لكن انا ايوه هبث على اللينكد ان واديكم اللينك، وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك واديكم اللينك. ماشي تمام تمام، وانت تبدا بقى ننشرها في كل مكان. تمام حضرتك هتكون هناك معانا؟ لا لا، انا مش موجود في مصر اصلا. تمام، طب يعني
هنعملها ازاي برضه؟ انا كده تهت شويه معلش. انا على الزوم، من على الزوم. هو هي هي هو هيعمل الستريمينج ده من على الزوم، وهيدينا اللينك، ابعت لنا اللينك نحطه. هو النت كويس هناك في سفير. تمام، بس هو كان الزوم اللي هو هيعرض الشاشه اللي هو الحاجات اللي هو الباوربوينت بس. مش هيعرض الاشخاص اللي هم والله ممكن تشغله كاميرا، وينفع ان انت تعرض الكاميرا فيديو جنب الشخص. هو اهم حاجه طبعا البرزنتيشن، لكن ممكن انا شفت في مؤتمرات كتيره بتبقى فيه كاميرا هي اللي بتعرض يعني البرزنتيشن معكوس على شاشه العرض، فهو بيجيب شاشه العرض ويجيب الشخص اللي واقف جنبيها. فانتوا ايه رايكم، نخليه يعمل شير للشاشه ولا الكاميرا هي اللي تصور الشخص وهو بيدي البرزنتيشن؟ هو حوار الكاميرا ده انا ما جربتوش قبل كده، بس لو في طريقه انا ما عنديش مشكله يعني. بس هي لازم كاميرا حلوه، مش كاميرا اللابتوب. ما ينفعش اعمل كونكتد مثلا بموبايل او حاجه؟ ما هو ممكن، بس حد يكون خبير في موضوع الكاميرا دي، او لازم تجربها قبليها يعني. ما خلناش ان احنا نفكر فيها غير لما تجربها، جربها النهارده وبكره وقول لنا نفعت ولا ما نفعتش. انا صراحه فكرتي معلش، انا كان قصدي مثلا ايه اللي هو بيبقى مثلا زي المنصه او كده، المكان اللي بيتكلموا فيه مثلا يتصور، واللي بيعمل برزنتيشن او الشخص بيشرح، وفي نفس الوقت ايه برضه الباوربوينت يبقى كانها صورتين جنب بعض مثلا كفيديو وفيديو مثلا. ما هو دي ممكنه، ممكن ال امثالي ممكن. طب ممكن حد، ممكن يا باشمهندس محمد تفتح انت الكاميرا؟ حاضر. طب انت تفتح الكاميرا وانا هعمل شير للشاشه. اهو انت كده ظاهر اهوت، تمام، الفيديو بتاعك ظاهر، وفي نفس الوقت الشاشه ظاهره رغم ان مش انت اللي مشير الشاشه. تمام، هي اي نعم شاشه صغيره، مش عارف هل في امكان ان احنا نكبرها ولا لا. هو بينفع يكبرها، بس ده اللي يعني اليوزر نفسه هو اللي بيكبرها يعني. أنا لا لا انا كبرتها اهو، اهو انا كبرتها لكم. لا انت تكبرها ليك انت، لكن انا بقى عندكم لسه ما كبرتش. لا يعني انا اختار الفيو اللي انا عايزاه، اختار مين اللي يبقى كبير ومين يبقى صغير. بس انا بتحكم في كل واحد. جميل، بس انا اللي بعمل شير للشاشه، فالناس اللي هي على الفيسبوك واليوتيوب وكده هيشوف الشاشه بتاعتي، فلو انا مكبر الشاشه هيكونوا مركزين على الشاشة تحت. ماشي تمام. أنا عندي بس هي اللي مش ظاهرة غير شاشة الزوم اللي هي حضرتك مشغلها بس. طيب حد شايف المهندس محمد ولا أنا بس اللي شايفه؟ لا لا تمام تمام تمام. طيب بص يا باشمهندس محمد، ممكن يكون أنت عامل الفيديو يظهر عندك هايد مثلا زي كده، بس ممكن تختار يعني المفروض في جزء بيظهر معايا الناس اللي مشغله فيديو. طب انا هشغل فيديو عندي وشوفه، اشوف انت هتشوف الفيديو ولا لا. الفيديو كده عندك ظهر؟ ثانية واحدة، انا شايف حضرتك اهو. بس انت مش شايف نفسك. انا شايف بس اللي هي الزوم، ودلوقتي الصورة او انا كبرت الصورة من عندي، بص عليها 2 كليك. يعني طيب يعني المهم ان انت شايف الفيديو. طب فين بقى الباوربوينت مثلا العرض ذات نفسه بتاع الباوربوينت؟ انا عندي ظهر العرض. ممكن حضرتك تعمل شير سكرين مثلا نشوفها؟ انا عامل شير سكرين. ظاهر لي بس اللي هي الزوم. الناس ظاهره عندها الشاشه والفيديو؟ هي ظاهره. محمد انت بس هتلاقي نفسك يعني هو في كذا اوبشن للفيو، فانت دور كده بس عليه، هو بيطلع بيختفي ويطلع كده. في حاجه اسمها فيو من فوق كده خالص على ايدك اليمين فوق الكورنر كده، دوس عليها كده واختار الفيو اللي انت عايزه. تمام، انا عاملها اللي هو الفيو زوم ريشيو مثلا فيت تو ويندو. في حاجات اللي هي في ستاندرد وسايد باي سلايدر وحاجات كده. سايد باي سايد مود. تمام ماشي خلاص. تمام طيب، عايزين نجربها برضو قبل الميتنج، قبل المؤتمر.
ولو في اي اقتراحات او في اي حاجه عايزين ننظمها، وزي ما قلنا واحنا انتوا موجودين في الميتنج، لو عايز تكتب اي حاجه على الفيسبوك او كده اكتب على صفحه بيم اريبيا، واحنا نشير في كل مكان ان شاء الله. في محاضره دلوقتي، في حد بيتكلم، في كذا، لو انت صورت اي صور حلوه بالموبايل شيرها على طول. تمام تمام، ابعت على حضرتك على الواتساب ولا؟ لا لا لا، على صفحه البيم اربي على طول، ما انا خليت كلكم ادمن. تمام اوكي. شكرا جدا، في اي مشاكل او اي استفسارات؟ شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك، الله يكرمك. معلومات سرعه جديده يعني، وعجبتني قصه البرنامج اللي هو بيقدر يحول للفيسبوك على طول ده. ان شاء الله لو لقيت افكار حلوه كده نبدا نناقش ان شاء الله، يعني ممكن نعمل ميتنج برضو يوم الجمعه وكده لو في اي حاجه عايزين مشاكل نحلها، وبرضو قبل الاجتماع برضو نص ساعه كده ندخل نظبط ونتاكد ان كل حاجه شغاله تمام، وربنا يسهل ان شاء الله. خير ان شاء الله. ماشي، شكرا، الف شكر. شكرا جزيلا الله لحضرتك، وعليكم السلام، مع السلامه.